أسعد الله أوقاتكم جميعا. سنتحدث اليوم في هذا الفصل عن مكافحة الأمراض. تكامل منظوم أفرع تقديم الخدمات الطبية والصحية تعتبر من إحدى الأولويات والمهمات في تكوين أي نظام صحي وطبي فعال في أي مجتمع. في خدمات هذا النظام الصحي لعلاج المرضى ووقاية الأصحاء. مع وصول جائحة إيبولا الفيروسية في غرب أفريقيا في السابق إلى حد أنهم فقدوا السيطرة المحلية عليها، تتوالى التفاعلات العالمية لحماية هذه المجتمعات، إضافة إلى مساعدة المناطق المنكوبة بشتى أنواع المساعدات التي تدعم الحد من فقدان السيطرة. وكأن الزمن هنا يتحدث عن نفسه ونرجع إلى الوراء ونتحدث الآن عن فيروس الكورونا بنفس الجائحة التي اجتاحت العالم كله، وبعض الدول أيضا فقدت السيطرة عليها كإيطاليا وأسبانيا وفرنسا وألمانيا وأمريكا والدول الكبيرة خصوصا الصين. وهذه التفاعلات العالمية التي نشهدها الآن هي ترجمة للواقع الصحي للمناطق المنكوبة وكيفية السيطرة في مكافحة الأمراض. دعونا نرى. العالم اليوم غدا قرية صغيرة جدا في الجانب الصحي بسبب سهولة وسائل التواصل والمواصلات والنقل للناس عبر القنوات الخاصة من البحار والمحيطات والإنترنت بين الدول والقارات. ومن البديهي هان أن تتمثل أوائل هذه التفاعلات العالمية التي تحدثنا عنها في السلايد السابق في توضيح المعلومات الأساسية عن أي مرض، أي جائحة، أي شيء أنا بدي أعمل في خضم رعاية صحية متكاملة للمجتمع، وأيضا كيفية التعامل معه في المناطق المنكوبة خصوصا المناطق الحرجة وخارج هذه المناطق. الهيئات المعنية بالصحة العامة في دول العالم المختلفة كوزارات الصحة ومراكز الأبحاث والجامعات هي التي من ضمن مهامها القيام بهذه المنظومة، منظومة التواصل ومنظومة توضيح المعلومات الأساسية عن الأمراض. على سبيل المثال في الولايات المتحدة تأسس مركز مكافحة الأمراض واتقاؤها اللي هو CDC Center for Disease and Prevention في عام 46 كأحد الوكالات الفيدرالية التابعة لوزارة الصحة والخدمة الإنسانية بالولايات المتحدة. من أهداف هذا المركز حماية الصحة العامة والسلامة لكل مواطنين الولايات المتحدة من خلال العمل في السيطرة على الأمراض والوقاية من الأمراض ومن الإصابات والإعاقات. وأنا بنصح كل طالب وطالبة يذهب إلى هذا المركز، موقع المركز على الإنترنت فقط هو CDC، ويرى الأبحاث والكم الهائل من المعلومات الصحية والتعليمات التي تفيد الجميع. في جانب تحقيق هذا تقوم برصد واقع حال الأمراض المعدية على وجه الخصوص وتوجيه اهتمام الناس للحصول على ما يلزمهم من معلومات وتحديث المعرفة بها باستمرار، وترصد أيضا حالة تفشي مرض معين ناجم عن تلوث الأطعمة والصحة البيئية والسلامة المهنية والسلامة الوظيفية. وأيضا هذا المركز يتولى إجراء الحملات الصحية التثقيفية وغيرها من الأنشطة التي ترفع من مستوى الصحة العامة وتعزز معرفة الناس عنها في كل البلدان التي تحتاج إلى تلك المعلومات. في هذا الباب المادة الأولى منه والمادة رقم 9 من قانون الصحة العامة رقم 20 لسنة 2004، مادة رقم 9 تسمى بمادة مكافحة الأمراض. القانون هنا في فلسطين ينص على أن تقوم الوزارة وبالتنسيق مع الجهات المختصة. الجهات المختصة هنا
المراكز البحثية كمثيل CDC اللي حكينا عنه، نوجد الجامعات المتخصصة، المختبرات المركزية الكبرى، المنظمات الصحية العاملة على الأراضي الفلسطينية الدولية والمحلية الأخرى مع الجهات المختصة، وأيضا الوزارات ذات العلاقة، يعني مثل وزارة الداخلية، وزارة مثلا الاقتصاد، وزارة الزراعة، وزارة مثلا التموين، تقوم وزارة الصحة هنا بالتنسيق مع كل هذه الجهات بمكافحة الأمراض المعدية. ليست مسؤولية وزارة الصحة لوحدها فقط هي الأم، نعم، ولكن يلزمها التعاون مع التنسيق مع الجهات الأخرى. تقوم هذه الكتلة من الأجسام المتخصصة في الدولة كلها مجتمعة بمكافحة الأمراض المعدية والأمراض الغير معدية والأمراض الوراثية بكافة الوسائل المتاحة حسب الإمكانيات. وعليها أيضا الوزارة، هنا معكوف على الوزارة، معطوف على الوزارة، وعليها مراقبة معدل انتشار هذه الأمراض من خلال المؤشرات اللازمة وجمع البيانات وجمع الأدلة والإحصائيات والدراسات التي تبرهن وجود هذه السبل الوقائية أو العكس انتشار الأمراض. المادة رقم 10، مكافحة الأمراض المعدية. كيف تتم مكافحة الأمراض المعدية؟ على وزارة الصحة اتخاذ التدابير الوقائية والعلاجية اللازمة لحصر انتشار هذه الأمراض المعدية. من هذه التدابير فرض وليس يعني هنا اختيار، هنا فرض التطعيم الواقي أو العلاج اللازم. في حال الأمراض المعدية يجب فرض التطعيم أو فرض الحجر أو فرض العلاج أو فرض الطرق الوقائية التي تراها هذه الأجسام مجتمعة مع وزارة الصحة التي تحدثنا عنها في المادة رقم 9 على المجتمع حتى تقوم بالوقاية والعلاج اللازم. نمرة 2 في مادة 10، مصادرة المواد الملوثة أو أي مواد يمكن أن تكون مصدر للعدوى. الوزارة هنا مع الأجسام الأخرى زي مثلا وزارة التموين، وزارة الزراعة، بلفوا مع بعض ويصادروا كل المواد الملوثة والمشكوك فيها والفاسدة من السوق أو التي تسبب العدوى، وإتلاف هذه المواد بالتنسيق أيضا مع هذه الجهات مجتمعة. نمرة 3 في مادة 10، دفن الموتى جراء تلك الأمراض بالطريقة التي تراها مناسبة. هنا الدفن، طبعا الموت الجماعي كما حصل في إيطاليا وكما حصل في أسبانيا بسبب جائحة الكورونا مؤخرا، ينتشر المرض إذا ترك الأجسام كما يحصل في بعض الدول نتيجة الكوليرا أو نتيجة الطاعون الذي تم القضاء عليه. فهنا دفن الموتى جراء تلك الأمراض بالطريقة التي تراها هذه الأجسام أو تراها وزارة الصحة مناسبة. مناسبة يعني هنا القبور الجماعية أو القبور الفردية أو حسب المتاح في حينه. المادة رقم 11، الإبلاغ عن الإصابة بالأمراض المعدية. إذا أصيب أي شخص أو اشتبه بإصابته بأي مرض بأحد الأمراض المعدية المحددة من الوزارة، في لستة، في قائمة في الوزارة، إذا أصيب أي أحد، قائمة أمراض، إذا أصيب أي أحد أو اشتبه بإصابة أي أحد وجب الإبلاغ عنه فورا، وجب الإبلاغ عنه فورا إلى أقرب مؤسسة صحية من مكان إقامة أو سكن هذا المواطن، والتي عليها إبلاغ الجهات المعنية بذلك في الوزارة. مين اللي هنا عليه إبلاغ الجهات المعنية؟ اللي هي المؤسسة الصحية القريبة من المواطن، تمام؟ كما يحصل الآن في كورونا، لو اشتبه أي حد في أي حدا مصاب، الاتصال على رقم 103 وزارة الصحة قسم مكافحة الأوبئة، بيروح بيشوف ايش المشكلة او بيشوف ايش العدوى.
مادة رقم 12، الجهة المكلفة بالإبلاغ. يعني احنا حكينا عن طريقة التبليغ قبل شوية وأهميته، الآن مين المكلف بالإبلاغ؟ يقع واجب التبليغ أو الإبلاغ المنصوص عليه في المادة السابقة رقم 11 على كل من مين؟ كل طبيب قام بالكشف على المصاب. أي طبيب، طبعا المصاب إذا المؤسسة الصحية رحلها وبده يفحص نفسه ووجد هنا الطبيب أنه مصاب، يجب على الطبيب الذي كشف على هذا المصاب أن يبلغ، أو طبعا المرضى المشتبه بإصابتهم وتأكد من ذلك، أو حتى توقعه، يعني هو بتوقع أنك أنت مصاب بكورونا مثلا أو مخالط للناس، يجب أن يبلغ الجهات المختصة وهذا فرض. نمرة 2، كل من تشمله لهذا الغرض، لغرض التبليغ، كل من تشمله تعليمات الوزارة في حينه. يعني في تعليمات للوزارة مثلا خولت، مثلا المختار تبع الحارة يبلغ، مثلا خولت سواق الأمبولانس يبلغ، خولت الوزارة مثلا مدير المنطقة الصحية يبلغ. ليست مهمة الطبيب وحده أصبحت، أي أصبحت هناك تعليمات للوزارة تصدر ويجب متابعتها. طبعا هذه تصدر بشكل رسمي في آليات التبليغ، ويستطيع أي أحد مخول هنا طبقا للمادة رقم 12 أن يصبح جهة مكلفة بالإبلاغ عن العدوى. مادة رقم 13، عزل المصابين بالأمراض الوبائية كما يحدث في كورونا. يجوز للوزارة عزل المصاب بالأمراض الوبائية أو المشتبه بهم أو المخالط لأي منهم في المكان المناسب وللمدة التي تحددها الوزارة، أو إخضاعه للمراقبة الصحية أو إيقافه مؤقتا عن مزاولة العمل. يعني طبقا للمادة 13 البند 1، وزارة الصحة أو الجهة المخولة يجوز لها عزل المصابين بالأمراض الوبائية في أماكن مختصة، طبعا تكون مستشفيات أو زي ما هو حاصل عندنا المدارس أو المراكز اللي بتخصصها الوزارة لمكافحة العدوى كما هو الواقع الآن في كورونا، أو الناس المشتبه فيها أو المخالطين. يعني ممكن يحجرك في البيت في المكان المناسب، هنا البيت أو مكان. طبعا لا يجوز هنا المصابين والمخالطين أن يعزلوا في نفس المكان، يعني احتمال هنا هذا مش مصاب وتنتقل إلى العدوى بمخالطته للمصابين هذول في المكان العزل. لا، كل مكان له مهمة وللمدة التي تحددها. طبعا هي بتحدد هنا مش على كيفها الوزارة، لا، هي بتحدد بناء على القوانين الصحية للأمراض. يعني مثلا كورونا بحجروا 14 يوم أو 21 يوم، هيك بتقول الأبحاث، هيك بتتحدث الأبحاث إنه هذه المدة كافية لعزل المصاب حتى تتحدد حالته أو إخضاعه للمراقبة الصحية. المراقبة الصحية هنا هي الرقابة والفحوصات الدائمة تحت أعين المستشفى وتحت أعين الطبيب في مكان العزل، أو إيقاف مؤقت عن مزاولة العمل حتى لا ينتشر المرض ما بين زملاء العمل أو بيئة العمل حتى يبت في أمره. نمرة 2 من مادة 13، على الوزارة أن توفر العلاج المناسب مجانا للأمراض الوبائية التي تحددها. طبعا في قائمة بالأمراض الوبائية، ليست كلها ممكن توفير العلاج لها بالمجان، ولكن تحدد الوزارة قائمة للأمراض الوبائية عليها أن توفر هذا العلاج المناسب مجانا. المادة رقم 14، فرض الحجر الصحي في فلسطين بقرار من وزير الصحة فقط. بقرار الحجر الصحي بقرار من وزير الصحة فقط، دقوا عليها، هذه ممكن تجيكم في الكويز. للوزارة فرض الحجر الصحي في فلسطين لمنع انتقال الأمراض الوبائية منها وإليها. يعني ممكن في حالة معينة زي ما هو بيحدث، بيعلن مجلس الوزراء مثلا فرض الحجر الصحي وممنوع التجول أو حالة الطوارئ كما يحدث الآن، ولكن هذا بقرار من وزير الصحة، هو المخول أو هي المخولة الوزيرة الآن الدكتورة مي كيلا،
هي التي تقرر فرض الحجر في فلسطين، والهدف من هذا الفرض أو الهدف من هذا الحجر هو منع انتقال الأمراض الوبائية من فلسطين وإليها. المادة رقم 15، اتخاذ الإجراءات الوقائية. طبعا هنا بهدف منع انتقال الأمراض الوبائية من فلسطين وإلى فلسطين، يجوز لوزارة الصحة بالتنسيق مع الجهات المعنية والجهات المختصة، واحد، المعاينة الصحية لوسائل النقل. وسائل النقل كلياتها يجب معاينتها حتى لا تنتقل الأمراض الوبائية عن طريقها. يشمل هذا النقل البري والنقل البحري والجوي العام والخاص، العام والخاص. 2، إجراء جميع الفحوصات الطبية على المسافرين القادمين والمغادرين كما هو يحصل الآن. أي حدا يخش القطاع أو يخش فلسطين بيتم فحصه، وأي حدا بيغادر أيضا بيتم فحصه. 3، في حال أنه المرض الوبائي هذا ممكن أن ينتقل عن طريق الحيوانات أو الطيور أو النباتات، هنا يجب عزل الحيوانات ومراقبتها إذا كانت الأمراض بتختص بالحيوانات. طبعا احنا اتفقنا انه في قائمة بالامراض المعدية، وهذا شغل مركز الوقاية في الوزارة. نمرة 4، تحديد الشروط الصحية الواجبة لدخول البضائع او المواد المستوردة من الخارج. يعني انا ممكن احط مواصفاتي الخاصة، طبعا هو طبقا للمواصفات العالمية لحماية المستهلك وحماية المواطن من انتقال العدوى او الامراض عن طريق الغذاء أو الأدوات أو المستلزمات التي تستوردها المجتمعات من خارج الدول للاستفادة منها في الحياة اليومية لدخول البضائع أو المواد التي تأتي من الخارج. شكرا لكم لحسن الاستماع والمشاهدة.